الأردن يضرب بقوة مواقع تنظيم ما يعرف بالدولة الإسلامية. المقاتلات الحربية التابعة لطيران الجيش الملكي الأردني شنت أكثر من 50 غارة خلال الأيام الثلاثة الماضية، دمرت من خلالها عشرات مراكز التدريب ومستودعات أسلحة، وفقا لما أعلنه قائد سلاح الجو الأردني اللواء منصور الجبور. استهداف القيادات العليا لتنظيم داعش وعلى رأسهم البغدادي وجماعته، والمركز الثاني للثقل خفض الإيرادات الغير مشروعة للتنظيم والتي كان يحصل عليها من بيع النفط بطريقة غير مشروعة. ولمساعدة الأردن في حملته العسكرية ضد التنظيم الإرهابي وصلت إلى الأردن مقاتلات الأف 16 التابعة للقوات الجوية الإماراتية وطاقم كامل من الطيارين والفنيين. الإمارات أكدت أن قوتها جاهزة لتنفيذ أي مهام بالتنسيق مع القوات الأردنية.